ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. سأذهب صوتا وصورة مع زميلي العزيز الدكتور محمد السعدي للتعليق على 45 دقيقة الأولى، ثم أعود إن شاء الله مع كابتن ربيع وكابتن حكيم. لك عزيزي هيكل، وشكرا لزملائك المحللين الكرام. أعزائي مشاهدي شاشة قنوات الكأس في ملعب شهيد مصطفى بن جنات في ذهب بوزقروف الأهداء، في هام تفكيري أهدي القريضة وهل يجدي القريضة إذا ما سيق في بلد مثل المنستيري. هكذا هي المنستير مدينة لقب الترجي في الجولة الأولى بالتعادل بهدفين لكل منهما. استكمالية الجولة هذه المباراة، الاتحاد المنستيري المواجهة التي تقام في ذات الملعب الذي استضاف نهائي كأس تونس للموسم الماضي والذي حقق سينما مباشرة فوسيني كوليبالي 15 محمد علي بن رمضان 5 مع غيلان الشعلالي، هجوم انفراد هدف أول، الله يتفوق 7 ومحمد علي بن حمودة 27. شوف إعادة الكرة الأولى اللعبت بهذه الطريقة أرضية لدينا هادي خلفه والكوني خلفه، وعندك حسام وحكيم تقاء. لعبت الكرة داخل منطقة الجزاء لكنها في المراسل مهدي عبيد قبل هذه المواجهة. لعبت الكرة محاولة اختراق من حمد الهون كونفدرالية أمام فريق نادي فاسيل كينيما الأثيوبي، كرة داخل منطقة، هناك صافرة وخطأ على كل بادرة في النسخة الماضية للأبطال أمام وصيفة الأفريقي الزمالك. لعبة الكرة بن رمضان هي تصلتها بشير بن سعيد، المحاولة الأولى أو المحاولة الثانية، هناك محاولة أولى وفي المحاولتين بشير بن سعيد في اللعبة انتظار الركنية، هناك مجموعة من الأسماء في منطقة الجزاء القائم القريب أبعدت بالرأس. لاعبي الترجي طلعة هجومية تمرير داخل منطقة الجزاء، الإبعاد في التغطية ما زالت قائمة والتسديدة كوليبالي تصطدم. لدينا شوف الإعادة هنا والتغطية كانت حاضرة من الصغراوي مع لاعبي للخلف، ركلة ركنية على الدين المرزوقي على التنفيذ، تلعب الكرة داخل المنطقة هو كان المتوقع الهوني إلى الشتي عبر الجهة اليسرى عكسية والإبعاد بن صبو. بطولة الكأس هنا الموسم الذي كان ضغط بعد الكورونا، هنا إبعاد الكرة من حارس المرمى، حاول التحرك أكثر للأمام، لعبة الكرة داخل منطقة بالرأس وان يهاجم من رمضان يقرر التمرير عبر الجهة اليمنى، طلعة هجومية بالنسبة للترجي، ركلة جزاء رأي لفريق الدم والذهب. شوف الطلعة الهجومية عبر الجهة اليمنى، الكرة العكسية لمسة اليد حاضرة عكسية، شوف الطلعة الهجومية لعبة الكرة بهذا الشكل العمري، بالفعل ركلة جزاء صحيحة ده. بن رمضان يتقدم، الله يا بن سعيد ما زالت قائمة، نعم هو بشير بن سعيد رد كرة محمد علي بن رمضان وضاعت ركلة الجزاء، برافو حارس المرمى. العديد من الكرات قبل ذلك، شوف الإعادة، لعبت الكرة في زاوية الحارس الذي ذاب للكرة وبالتالي أنقذ مرمى، قام سريعا على التنفيذ ينفذ الكرة، الله ان الكرة قد تكون ذائبة الى زاوية اليسرى لحارس المرمى فرق مصطفى، لكن الابعاد كرة الطائرة، لعبت الكرة ذابت خطيرة العمري الذي بلمسة يد عصت ركلة الجزاء ينفرد، لكن فاروق بن مصطفى والكرة بين الخشبات، الهوني قد يأتي الرد والاستغلال، الهوني مر من الثاني، عرقلة حمد الهوني على حدود منطقة الجزاء في الدفاع، نالوا بطاقة صفراء، ذابت الكرة من بدران، شوف 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 العمري حاول انه يلعبها تشب لكن الكرة يعني من رمضان لتعويض ركلة الجزاء، يلعب الكرة تصطدم الحائط، تصطدم الحائط، تعود من جديد، يلعب الكرة الى حمد النقاز عبر الجهة اليمنى عكسان في الخط الخلفي، تلعب الكرة عبر الجهة اليسرى عكسية، حاول اللحاق بالكرة لكنها مصطفى بن جنات في المنستير، لعبت الكرة عبر الجهة اليسرى، الهوني يسدد الى خارج ارضية الملعب، يبحث عن شباك فاروق بن مصطفى، الإجلاصي ينفذ الركلة الحرة خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى، هجوم الآن التقدم، محاولة المرور، المرور تلعب الكرة عكسية داخل المنطقة وصافرة شوف الإعادة، عبد الرحمن مزيان يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء وخطأ على محسيري، وصل الياس إجلاصي، إجلاصي يمرر كرة بينية خلف المدافعين، فاروق بن رمضان يخرج في توقيت الملعب، خلاص هنا تستدعى سيارة الإسعاف ويغادر أرضية الملعب، يذهب مباشرة هذا الكونفدرالية الأفريقية، هجوم الياس إجلاصي، العلوي يمرر الكرة والتدخل والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، لا تلف لامات
أمر اعتدناه مع مباريات كرة القدم التونسية، أن الفلامات أحيانا أمام المرمى يستطيع التسجيل، لديه القدرة على التسديد. هجوم الهوني يمر بشكل جميل، يشوت، الله، أول كلمة انطقناها ترجي دولة قلناها، كلمة ربنا لما ناجرنا ومنعم لهم السلامة. لعبت الكرة بشير بن سعيد، حمد الهوني يهاجم من جديد، حمد الهوني خارج أرضية الملعب، يتحركون في الشكل الهجومي بطريقة تحرك حمد الهوني، ترجي ممكن يضيف أكثر. اللعبة سهلة في أحضان قادم المواعيد والأيام خاصة مع الإصابات، لعبة الكرة الإجلاصي داخل منطقة سهلة في أحضان فارق ومصطفى، وصافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية أحداث هذه المواجهة بانتصار الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف مقابل لا شيء. أتى في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب الليبي حمدو الهوني، 4 نقاط تدفع به إلى فرق المقدمة ويبقى